تمام. في البداية كده حضرتك خريجة ألسن واشتغلتي في مجال التدريس فترة طويلة، ايه علاقة ده بسفيرة السعادة او بالسعي للسعادة؟ بصي، انا اشتغلت في مجال التعليم، التدريس قليل بس الباقي كان إدارة المدارس. من خلال شغلي في إدارة المدارس كنت بتعامل مع شرايح كتيرة جدا من الصغيرين والكبار كطلبة، من أول كي جي 1 لثانوية عامة، والإدارة وأولياء الأمور بجميع المستويات. لقيت في الآخر حاجتين: الناس كلها بتدور على السعادة ونفسها تبقى عندها سلام نفسي ورضا، وتاني حاجة إن أنا عندي سكيلز مؤثرة في الناس وبقدر أسيب بصمة. فمن هنا جت بداية الطريق إن أنا خلاص خلصت دوري في التعليم وسبت المجال في قمة نجاحي وأنا مديرة مدرسة كبيرة جدا في سن صغير. وبعدين ابتديت أدور هو أنا إزاي أدرس أو أدرس إيه علشان أبقى متخصصة في تدريب الناس أو مساعدتهم عشان يبقوا أحسن وأسعد. ومن هنا جت فكرة السعادة قرار والتدريب تحت مظلة السعادة. هل وقتها كنت حاسة ان انتي سعيدة او لقيتي مبدأ السعادة في حياتك؟ لا، مش شرط. بالعكس، انا تعرضت لأزمات كتيرة وهزات نفسية قوية جدا، وكتب على صفحتي: يا جماعة انا تعبت قبلك كتير عشان كده انا بحس بيك. وقدرت من خلال العلم ان انا اقف على رجلي، اي حاجة درستها هي طبقتها على نفسي الاول، ولما طبقتها على نفسي ولقيت حياتي تغيرت والأزمات بتيجي وبتضايق وبيحصل مشاكل بس بتعدي بسرعة، بقدر أطلع منها لنجاحات أكتر، بقدر أطور. لو جاء تفكير سلبي بوقفه. لما لقيت النتائج دي بانت عليا وعلى الناس القريبة مني، خدت قرار إن أنا هساعد أي حد قبله وامتهن المهنة دي أو أخليها الهدف بتاعي، سواء إعلامياً أو على أرض الواقع.